هل تأخير صلاة العشاء محبوب أم لا؟ محبوب لمن لا يشق عليه ولم يترك من أجله الجماعة، أما إذا كان يشق عليه فإنه يصلي إذا دخل وقت العشاء أو كان مرتبطا بجماعة، فإنه يصلي مع الجماعة إذا صلوا في أول وقتها ولا يؤخر ويصلي منفردا. نعم. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء شخصانه؟ بالنسبة للنساء إذا سهل عليهن التأخير فلا بأس بذلك وهو أفضل، وإذا كان فيه عليهن مشقة أو ينشغلن عن الصلاة إذا تأخرن فإنهن يصلين في أول الوقت، يصلين العشاء في أول وقتها. نعم.